انا ببدا اشوف اتكلم كده في شويه سلايدات عن الباتري. في حاجه بيسموها الباتري، في حاجه بنسميها مجموعه بطاريات مع بعض بنسموها باتري ايه بنك. يعني مجموعه بطاريات بسميهم باتري بنك. طيب بعد كده بيقول لي الكلمتين اللي احنا خدنا من شويه، اهم حاجه في البطاريات اهو الكلام ده شرحته امس، ان بطاريات السياره بنسميها شالو باتري. احفظ الكلمه دي، بطاريه السياره مش بيسموها شالو باتري، اللي هي البطاريات اللي بيتفرغ منها او بتشحن اخر 5% او 10%، دي بتبقى شحنها وتفريغها سريع، وانا عايز الديس شارج يبقى ايه في جزء من في بضع ثواني، شويه ثواني، 5 ثواني 10 ثواني او كده. بطارياتنا بنسميها ايه؟ فلود ديت اسيد اللي هي كانت مكتوبه هناك، والنوع بتاعنا اللي هو الغير حمض ده او الغير سائل بنسميه مين؟ في ار ال اي. احفظ الكلمتين دول، فالف ريجوليتد ليد اسيد. الشالو باتريز اقدر هو تكنيكالي اقدر افضي وافرغ منها 20 من 10 ل 20%، بس ما اقدرش افضيها 80% ولا 50% ولا الكلام ده، تمام؟ اما الديب سايكل باتري بقدر افضيها لحد كام؟ 80% او 90 و 95 كمان. بس على فكره احنا برضه في معلومه مهمه جدا، احنا بنستخدم ديب سايكل باتري، واكتب المعلومه دي، هي ينفع تتفضل لحد 80 او 90، بس احنا في الشغل بتاعنا بره بنشحنها وبنفضل لحد 50% عشان تعيش معانا، تمام؟ عشان تقدر تديني وقت اكبر بناء على الكيرف اللي انت ايه شايفه. بس اكتب النسبه دي، يعني احنا بنفضي وبنشحن نعمل تشارجنج ستيت اوف تشارجنج والديبس اوف تشارجنج في حالات بطاريات الطاقه الشمسيه بنسبه 50%، حتى لو هو في البطاريه بيديني اقدر افضيها لحد 80 او 90. معلومه مهمه جدا في العمل. بيتكلم هو بيقول لي هنا اهم حاجه في موضوع الفرق اللي هو بطاريات السيارات اللي هي الشالو باتري والديب سايكل باتري، موضوع مين؟ الديس تشارجنج. الديس تشارجنج بتتفرج بسرعه ولا لا؟ بعد كده موضوع سهل وبسيط جدا اللي هو الباتري تشارجر. باتري تشارجر زي الموبايل تشارجر، زي اللابتوب تشارجر، زي اي حد تشارجر، هو شاحن. انت في الاخر في الموبايل بتشحن بطاريه عشان تقدر تستخدم الموبايل وانت بعيد عن الكهرباء. في اللابتوب نفس القصه، انت مش موصل اهو حاجه تقدر تمشي في اللابتوب ده تروح بيه اي مكان، يبقى انت تروح ايه؟ مدخل جواه حته بطاريه وتشحنها. ايه فائده اي تشارجر؟ ان هو يعمل عمليه تنظيم لشحن البطاريات. ثانيا يفصل البطاريه من الشحن لما توصل للفول تشارج، ما يقعدش يشحن فيها، تمام؟ وهي اصلا خلاص اتشحنت، تمام؟ انت كوبايه ميه اتملت وانت قاعد تزود عليها تاني، فكله بيطلع بره. وبالعكس اللي بيطلع بره ده ممكن يضر البطاريه نفسها او الكومبوننت نفسها. فتعالى كده نبص في الرسمه دي، انا عايز بس بص بس. بص وقول لي كومنتات، يعني اديني تعليقك في السلايد الوحيده دي. يلا كده. شارجر يكون من قبل البطاريه بعد الشارجر. بالظبط، هو بعد اهو، برافو عليك. بيبقى على الشارجر نفسه، على جسم الشارجر ككونكشن بيبقى في اطراف اقدر اوصل عليها. فانا لميت كل السولار بانلز اللي هو احنا سميناها اريز او مجموعه من الاريز، وفي الاخر جمعوا سلكتين. كل اللي انت عملته هناك توالي وتوازن ومش عارف ايه، فاتسرح في سلكتين مكتوب عليهم سولار بانل هنا طرفين، اروح اوصل. طبعا اروح زي البولاريتي، البوزيتيف مع البوزيتيف، وفي طرفين تاني الباتري، وبعد كده في طرفين لللود ده لو اللود ايه؟ دي سي سي. اما لو الباتري تشارجر ده في حاله الجريد كونكتد اصلا ما فيش باتري تشارجر عشان ما فيش بطاريات، تمام؟ بقى كده بياخد من الدي سي اللي هو منظم بطرفين، بيروح للانفرتر في حاله ايه؟ البطاريه، لان هناخد نوع جريد كونكتد بس ايه؟ بيسموه هايبريد سيستم، هو جريد بس فيه بطاريات، تمام؟ هنشرح ليه بيعمل الفكره دي. اللي كان نفسي تقوله، اللي نفسي تقوله ان التشارجر ده بينظم حاجتين، بينظم الجهد وينظم التيار، وبيعمل بروتكشن من الاوفر تشارجر، الكلام اللي هو اللي مكتوب فوق، تمام؟ خلاص احنا شفناها الكونكشنز، خلاص؟ ده كان بيعمل ايه؟ ده بيعمل ايه؟ ده عشان ينظم عمليات الشحن بيستخدم، احنا قلنا الانفرترز كان في نظام انفرتر قديم اسمه بي دبليو ام، حد فاكر الكلمه دي؟ بالس ويتس موديوليشن، بيتحكم في عرض النبضه، اهي دي مكتوبه هنا صح؟ اهي دي اسمها بالس ويتس موديوليشن، بالس ويتس موديوليشن.
والناس بتاخد صلاة حياتهم كلها اصلا في حاجتين اللي هو المودم موديوليشن ودي موديوليشن، بيعمل تنويم او تعديل لشكل الاشاره بيبعتها بالترانسميتر بيروح الثانيه يفك التعديل، دي موديوليشن موديوليشن ودي موديوليشن. فهنا بيعمل بالس ويدث موديوليشن، ده السولار تشارجر كنترولر. تمام، التكنيك المستخدم هنا ان انا بغير في عرض النقل عشان اوصل ان انا انظم مين الشحن الخاص ب اوف جريد سيستم. اه جايب هنا لو شايف الرمز ده لما كبرناه شويه ده هو ده، قال لك والله هنا في رمز الالواح اهو والبوزيتيف والنيجيتيف نقطتين والبطاريه البوزيتيف والنيجيتيف نقطتين والحمل الدي سي هركبه هنا. طبعا هنا بيبقى في مفتاح باور وفي بعض الحاجات فيها شاشه وفي مفاتيح اقدر اغير القيمه فوق وتحت. تمام، وهنا بقى بيديني لمبات انديكيشن ان مثلا في شمس في اثناء النهار، بيقول لا والله ده الصن دي واصله، طب البطاريه حالتها كمان، اللود لا في لود او ما فيش لود، زي اللمبات اللي بتبقى موجوده على اي لوحه احمر واصفر واخضر والكلام ده. تمام، بتبين لك الشغل. التشارجر تايب في التشارجر اهي، تمام، اللي هي مين؟ البي دبليو ام اهي، بالس ويدث موديوليشن، الكلام اللي احنا قلناه امس. النوع الثاني تمام اللي هو الماكسيمم باور بوينت تراكنج، اهو الماكسيمم باور بوينت تراكنج في حالات الانفرتر، المعلومه دي مهمه جدا، في حالات الانفرتر الانفرتر جواه كانه جواه ايه؟ شارجر، لان هو بينظم عمليه الدي سي وبيوصل لاقصى استفاده من اللوح بالتراكنج. يبقى زي ار تو تايب او تو ديفرنت تايبس اوف تشارجر كنترولر، ده تقسيم اي تشارجر، يا هو بيشتغل بالس ويدث موديوليشن او بيشتغل ماكسيمم باور بوينت تراكنج. طبعا البالس ويدث بيتحكم في عرض النبضه، هو ذيس تايب اوف تشارجر كنترولر وركس باي ريديوسنج الكرنت فروم الباور سورس اكوردنج تو الباتري، اللي هو ديبند على البطاريات، بطاريات الشحن بينظم الشحن، طلعت قلت يبقى ماشي معاها بناء على عرض النبضه. اما التاني بيبقى اصلا تراكنج ممكن ما يبقاش مش شغال بالبالس ويتش، شغال بالساين ويف لو في ساين ويف، او شغال بتكنيك ان انا بقدر اعمل تتبع لشكل الاشاره اللي طالعه من مين؟ من الالواح. فبيقول لي ذيس تشارجر كنترولر لوكس ات اوتبوت اوف ذا بانل، بيبص على الخارج بتاع الالواح تمام؟ اند كومبير ات تو ذا مين؟ الباتري فولتج، يعني هو بيبص على الجهد اللي طالع والتيار بتاع الالواح، ويبص على الجهد اللي طالع والتيار بتاع البطاريات، وبيحط عينه دايما على ايه افضل وضع اعمل بيه ماتشنج، ايه افضل وضع يريح الاثنين. تمام؟ ذا فيجر ات زين فيجرز اوت وات از ذا بيست باور، هو الام بي بي بيحدد الماكسيمم باور بوينت، يعني اقصى قدره يمكن ان انا اخدها من الالواح دي باقصى تنظيم مع البطاريه، وبالتالي هو الافضل لان هو بيوصل للبيست مين؟ البيست باور من البانلز. انا خلصت الشرح اللي هي المكونات، هنبدا ندخل في انواع الشبكات.